السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله أخذكم معايا في رحلة روحانية، ولو كانت الفترة قصيرة، ولكن أنا متأكد أن الكثير كان ينتظر هذه الرحلة. أنا باب الملك عبد العزيز وما زال في طور التطوير. هذا باب الملك عبد العزيز، حندخل مع هذا الباب. دخلنا من الباب، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الباب كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد هذا البيت تعليما وتكريما وتشريفا. ما شاء الله الأعداد. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حج واعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة. اللهم آمين. أنا هرجع أخذ من هنا كده الكفافة وأنزل على تحت، يعني أنا دخلت من هناك أنزل من هنا. بس أنا جيت صورت الكعبة أول من هنا. ما شاء الله تبارك الله، تنظيف البيت، تنظيف البيت، تنظيف مياه الشرب، تنظيف أماكن مياه الشرب. أنا نازل. بسم الله ما شاء الله. هذا بيت الله يظهر الحين. هذه هنا أعمال إنشائية وترميمية وتطويرية إلى آخره. الحمد لله اقتربنا بما فيه الكفاية في مجال هنا للطائفون. بالنسبة للي ما يعرف يعني، وهذا حجر الحجر الأسود، الركن اللي فيه الحجر الأسود يكون النقوش فيه بالطريقة هذه. هذه النقوش، هنا الركن اليماني لأنه سمي بكذا لأنه يشير إلى جهة اليمن، الجهة الجنوبية. مقام إبراهيم هناك أمامنا، باب الفتح هناك كذا، باب العمرة، باب الملك فهد. هنا باب الملك عبد العزيز. هنا نشاهد استكمال بعض الأعمال التطويرية. هذا الرواق العثماني، هذه منطقة الطواف من السطح. ماء زمزم أشرف وأقدس ماء على وجه الأرض. أكيد بعضكم يا إما يتذكر أيام ما كان هنا وهو يشرب من هذا الماء الطاهر، أو بعضكم يتمنى، وأسأل الله العلي القدير أن يسهل أمره ويأتي إلى هنا يا رب. أنا بحاول أشوف موقع كده جيد لصور الكعبة كده. أنا نزلت من هناك
نطلع إن شاء الله. أحبابي أخواني أحبابي في الله، أترككم دقائق مع هذا المشهد الذي طبعا كل مسلم يتوق إليه ويتمنى أن يكون دائما بالقرب من هذا البيت العتيق. هذا اللي يكون خط متصل كده اللي هو الركن اليماني. لما نقرب كده مو الحجر الأسود، هذا الركن اليماني. شايفين الخط المتصل هذا؟ الركن اليماني. هناك الخط المتقطع هذا والنقش المتقطع هو الحجر الأسود. هذا باب الملك عبد العزيز من الداخل من هنا، والعمارة الإنشائية هذا الباب الملك عبد العزيز. انه كثير يسالوا انا ليش مركز عليه، لانه كثير يسالوا. ما زال تحت التطوير.